زي ما شفت في العنوان، معلومات عن جهاز بلايستيشن 5 بشكل رسمي على موقع بلايستيشن ومن مصمم او خلينا نقول مبرمج نظام البلايستيشن 5. خلوكم مع التفاصيل. السلام عليكم، كيف حالكم؟ شاركم طيبين ومبسوطين. اليوم قررت انه اتكلم عن جهاز بلايستيشن 5 لانه المواصفات والكلام صراحة حيكون موضوع جدا نقاشي وحماسي في نفس الوقت على الجيل الجاي من أجهزة الكونسول، بالتحديد لجهاز سوني بلاي ستيشن بنسخة بلاي ستيشن 5 اللي ما قال اسمه بلاي ستيشن 5 بس أكيد ما بيكون اسمه أصلا بلاي ستيشن 5. هذا الفيديو بكل بساطة حيكون مقسم على ثلاث أجزاء. الجزئية الأولى حنتكلم فيها عن الأخبار الرسمية، الجزئية الثانية حنتكلم عن بعض الإشاعات أو التسريبات خلينا نقول اللي لها علاقة بشكل جدا قوي بجهاز البلايستيشن 5، وآخر شيء حاعطيكم رأيي في الجهاز، وطبعا أتمنى أشوف رأيكم تحت في قسم التعليقات. فقبل لا نبدأ لا تنسوا الاشتراك واللايك، والأهم من هذا كله طبعا النشر. خلونا نبدأ. طبعا الموضوع صار بكل بساطة تقريبا قبل يوم، خلنا نقول يوم الثلاث في الليل، تقريبا يوم الثلاث في الليل، مارك سيدني. طبعا اللي ما يعرف مارك سيدني هو الشخص المسؤول عن برمجة أو برمجيات خلنا نقول من بلايستيشن 4، حاليا شغال كمان على بلايستيشن 5. الشخص هذا هو اللي مسوي السوفت وير، مسوي النظام الخاص بالبلايستيشن. فالموضوع ما هو موضوع إشاعة أو كذبة أو تسريب، لا، مع العلم أغلب الإشاعات والتسريبات اللي نزلت قبل فترة كثير منها طلع صح، وحنتكلم عنها الآن. بكل بساطة كان في غرفة مغلقة مع بعض الإعلاميين، وكان في جهاز على وصفهم فضي أو رصاصة على شكل بي سي، لكن بعتاد وأغراض بلايستيشن 5 بدون ما يعطون التفاصيل هذه. حندخل الآن في التفاصيل، فتجهزوا. في البداية سألوه إذا كان هذا بنسميه بلايستيشن 5 أو لا، وطبعا هو رفض أنه يسميه بلايستيشن 5. هذا شيء جدا طبيعي لأنه ما أعلنوا بشكل رسمي، فما رح يعطيه اسم بلايستيشن 5 إلى ما يتم الإعلان عنه بشكل رسمي. الجهاز حيتم تسليمه إن شاء الله للمطورين، أو خلينا نقول مطورين الطرف الثالث اللي هي الشركات الطرف الثالث زي EA، روكستار، أكتيفيجن وغيرها من الشركات هذه، في وقت جدا قريب على كلامهم. يعني لسه ما سلموه، لكن هذا بيثبت لنا فعلا أنه الجهاز أصلا وصل لاستديوهات سوني الداخلية، زي مثلا عندنا سانتا مونيكا، نوتي دوغ وغيرها من الاستديوهات، أو حتى كوجيما برودكشن. وحتعرفوا ليش. على كلام مارك الجهاز له 4 سنوات شغال عليه من ناحية التطويرية، ركزوا فيه على السي بي يو أو وحدة المعالجة بالإضافة للجي بي يو. بالنسبة لوحدة المعالجة استخدموا الـ AMD رايزن الجيل الثالث مع 8 أنوية من نوع 7NMZEN2. بالنسبة للجي بي يو حيكون من نوع ريدن نيفيا أو NAVI، مع دعم تتبع الضوء اللي بيسموه بالري تراكينج. طبعا حتكون متطور متفاعلة بطريقة ثلاثية الأبعاد، وهذه تقريبا على كلامه أول مرة يتم استخدامه في أجهزة الكونسول. يعني بكل بساطة حتساعدك في الانعكاسات، يعني تخيل مثلا زي لعبة باتل فيد، بدل ما تعتمد بس على الصوت حتعتمد كمان على الانعكاسات الضوئية زي اللي موجودة حاليا في تقنية الـ RTX اللي موجودة على كروت شاشة انفيديا. بالنسبة للصوت على كلامه حيكون شيء ثوري جديد، وحيدعم الـ APU بدعم طبعا من AMD، ودلل حتى انه البلايستيشن 3 والبلايستيشن 4 ما اعطوا هذاك او هذيك النقلة الصوتية بين الجهازين بعكس جهاز البلايستيشن 5. يعني بكل بساطة السماعات خلينا نقول اللي حتستخدمها سواء تلفزيون سواء هيدسيت اللي هو حيكون ثلاثي الصوت او ثلاثي الابعاد خلينا نقول، زي ما بنشوف في السماعات الغالية زي استرو وغيرها من الشركات هذه اللي بتدفع عشان تقدر تسمع الصوت بطريقة كأنك داخل اللعبة. لا، جهاز البلايستيشن 5 حيكون اوريدي في التقنية هذه مهما كانت السماعة اللي تختارها او تستخدمها، لكن مارك برضو ذكر انه مع هذا السماعات حتكون افضل خيار. وطبعا شيء طبيعي بيجي في بال الواحد ايش صار في موضوع الفي ار، فكان رده بكل بساطة بالفي ار له مستقبل جدا قوي حنهتم فيه اكثر، وهذا الشيء كان واضح من جهاز البلايستيشن 4 انه كأنه كان تجربة، لكن في بلايستيشن 5 اتوقع الوضع حيكون مختلف مختلف مختلف. نجي لموضوع الهارد ديسك. طبعا الهارد ديسك حيكون او الذاكره خلينا نقول SSD. سوى مثال جدا بسيط على اساس انه توضح الفكره ايش الشيء اللي اختلف في الجهاز حاليا، انه شغلهم لعبه سبايدر مان على جهاز البلايستيشن 4 برو، انتقل من مكان لمكان اخذ تقريبا حدود ال 15 ثانيه، وكذا اغلبكم يعرف هذا الموضوع للناس اللي لعبت سبايدر مان في الخريطه الكبيره، لكن لما راح جربه على البلايستيشن 5 او الجهاز اللي هو بلايستيشن 5 الموضوع ما اخذ غير 0.8 ثواني
وعلى كلام مارك ترى هذا النسخة البطيئة، يعني لا تحسبون هذا خلاص آخر شيء، لا الوضع حيكون مختلف. غير طبعا لما شغل اللعبة وطريقة الكاميرا وكيف قاعدة تتحرك مع سبايدر مان، يعني الشيء نفاث على أقرب يعني تقريبا كلمة تعبيرية توصف الشيء اللي كان موجود قدام الناس. والأغرب والأعجب من هذا كله أنه كل شيء كان ساير قدامه من ناحية الجرافيك، من ناحية الرسومات، الأمور هذه كلها ثابتة. وهذه هي بنبدأ ندخل دحين في موضوع الثمانية أو الايت كي. نبقى نوقف شوية على نقطة الايت كي. بالنسبة لموضوع الايت كي، اوكي الجهاز حيدعم على كلامهم الايت كي، ممكن يكون حقيقي ممكن ما يكون حقيقي، زي ما صار حاليا مع جهاز البلايستيشن 4 برو انه يدعم الفور كي، بس حاليا او فعليا ما بيدعم فور كي بشكل كامل بقد ما انه اب سكيلز او انه بيرفعونه على قد ما يقدر يكون قريب من الفور كي، ما هو فور كي حقيقي. فنفس الموضوع احتمال يتكرر مع البلايستيشن 5. في رايي الشخصي اتوقع انه فكره الايت كي لانه ما هي ذيك التقنيه المدعومه بشكل مره يعني منتشر زي طريقه ال 2 كي مثلا او ال 4K في الوقت الحالي او 1080 مثلا، لا وضع ال 8K شوية صعب والتلفزيونات ما هي منتشرة وجدا غالية. لكن اتوقع بحكم انه الجهاز حيكون عمره يمكن 6-7 سنين قدام زي ما تعودنا، يعني هذا عمر دائما بلايستيشن بشكل عام، فحيكون في عندهم، خلينا ابسط لكم اياه، انا بعطيك جهاز وحش حتقدر او تحسن او تطور في شغلك فيه على مدى 4-5 سنين، اللعبة تكون في البدايات الجيل مو زي في نهايات الجيل. ف 8K اتوقع انها تقنية قوية جدا، ممكن يوصلوا لها مستقبلا، ممكن وممكن لا في النهاية، بس بشكل عام حركة جدا ذكية من بلايستيشن في انهم يعطوا عمر للجهاز من الان، لانه واضح انه نطول موضوع ال 8K شوية مع الاسعار اللي قاعد اشوفها في امازون مثلا. اشياء ما نعرفها، كرت الشاشة ما تكلم عنه، ما تكلم على طريقة شغل الجهاز زي ما كنا نعرف مثلا في جهاز البلايستيشن 4، الاسعار ما تكلم عنها، بس كل اللي نعرفه انه سعر الجهاز حيكون مناسب للاعبين بالاضافة لمواصفات الجهاز. حسب الاشاعات والسريبات اللي قاعد تطلع في الفترة الاخيرة انه شكله الجهاز حيكون قيمته $500، من المفترض يكون $600، لكن $500 جدا مناسبة بخسارة $100 على شركة بلايستيشن، وحتعوضها في التأكيد أو في الغالب بطريقة ما مختلفة، سواء كان بخدمة البريميوم أو غيرها من الأشياء هذه اللي ممكن أو ما نعرف، تقنيات جديدة ممكن يستخدموها وبيطلع من وراء اللاعبين فلوس عليها. وهذه النقطة كمان ركزوا عليها أنه جهاز البلايستيشن 5 حيقدم كمان تقنيات كثير. أعطيكم مثال بسيط على التقنيات، زي عندنا مثلا خدمة البث، خدمة أنك أنت تدخل على صاحبك وتلعب محله مثلا، الأشياء هذه اللي كانت موجودة في البلايستيشن 5 حتكون برضو كمان متواجدة وبشكل ثوري وأكثر على جهاز البلايستيشن 5. اخر شيء حاب اختم فيها، من الممكن انه جهاز يكون في 14 تيرا فلوب. لو جينا نشوف حاليا في السوق بلايستيشن برو او بلايستيشن 4 برو تقريبا 4 تيرا فلوب، عندنا الاكس بوكس 1 اكس اقوى جهاز منزلي ب 6 تيرا فلوب، جوجل حاليا قالوا حينزلوا ب 11 او 10 فاصلة مدري كم 11 اتوقع تيرا فلوب، لكن بلايستيشن 5 حيكون 14 تيرا فلوب. ما هو خبر رسمي بس الناس قاعده تتوقع مع المواصفات اللي حطوها، حتى بعض الناس يعني من الشيء اللي احنا شايفينه احتمال سعر الجهاز ما يقل عن $2000 لو كان فعلا بالمواصفات اللي قالها مارك. نفس الكلام قاعد يتكرر، سمعناه قبل كذا مع بلايستيشن 4 انه السعر جدا خيالي، وفي النهاية جاء السعر كان صدمة، وتنافس كان قوي ما بين اكس بوكس وبلايستيشن اللي من البداية انحسم للبلايستيشن بسبب الاسعار. فنتمنى نشوف ايش حيسوي بلايستيشن في الايام الجاية، والمفاجأة صراحة اللي فجروها بالنسبة لجهاز الاكس بوكس اللي بيسألوا عنه حيكون الاعلان عنه في معرض E3. حاب اذكر E3 ما راح يكونوا مشاركين فيه بلايستيشن، واضح انه بلايستيشن برضو كمان متحفظ على بعض الاشياء، شيء طبيعي ما راح يكبوا عشاهم كامل، فننتظر قادم الايام ايش اللي حيعلنوا عنه. بالنسبة للالعاب ما في لعبة واحدة سألوا عنها اللي هي ديث ستراندينج، ضحك واضح اصلا من اول يعني لما قالوا استعراض سبايدر مان، فشكله فعلا الجهاز اوريدي وصل للاستوديوهات الخاصة ببلاي ستيشن. لا ننسى كمان انه حيدعم العاب الجيل القديم اللي نزلت قبل كذا، فمتحمس للامانة اشوف العاب كثير زي مثلا لعبة ريد ديد ريدمشن كيف حيكون شكلها على جهاز البلاي ستيشن 5. هذا اللي كان عندي في هذا المقطع، اتمنى اشوف رايكم، انا شخصيا جدا متحمس، اعطيت رايي تقريبا في بعض النقاط، فاتمنى اشوف رايكم كمان تحت لاني متحمس اقراها. يعطيكم العافيه، ارسلوا اللايك والنشر، نشوفكم ان شاء الله في مقطع جدا قريب، مع السلامه. I shut my eyes,
step away till you hear what I'm saying.